عيونك عبيد، انا ورجال اول ما بتعتم العين راح نكون عندكم. هذا عشمي فيك عمي ابو حسن، هذا عشمي فيك، وانا راح اكون معكم. لا انت بلاها سمعوه، شو نسيانك محكوم عدام؟ لا مالي نسيان، ورجلي على رجلكم. برضاي عليك بلاها سمعوه، انا خايف عليك. ام جوزيف غالي علينا كلها، وبدك ياني ما اروح معكم وساعدكم؟ خلاص سمعوا فهمنا، راح تكون معنا روي. على العموم انتو شغلتكم بس تحمون عمي ابو حسان لحامي الله. ولا يهمك عقيد، اذا مشيت الامور بخير راح نرافقكم، وراح خلي معك رجالي امنوكم للحاره، وبعدين يرجعوا لعندي. قول الله. قولوا الله يا رجال. بسرعة خاتم جوزيف، الله يوفقك بسرعة. فارس لا يا ابو شوكت، ولا يهمك وحياة عينك، انا ما شفت ولا سمعت ولا بنفتح امي بكلمه. بري عليك طمني هلا، شلون لقيت اللي الخلطه؟ والله بدك الصراحه يا ابو شوكت لسه لهلا ما اي والله يا عم. شو هالقصه؟ اي ما تركت لك شيء ما حطيت لك فيها؟ اخي انا رح اعمل لك خلطه سريه على كيف كيفك. ومجربة؟ لك مجربة ومفعولة على الأكيد. لك عراسي انت يا أبو شوكات، لك عراسي انت، بس الله يرضى عليك لا تحكي قدام أهل الحارة وتعمل لنا شغيصة. أعوذ بالله سرك بيبي. شو اتفقنا؟ تأخروا الشباب ما تأخروا. لك شو القصة يا جماعة لهلا ما بين حدا؟ بسيطة بسيطة بيصلوا. الله يرجعهم بالسلامة، قلبي قلقان عليهم كثير. الغايب عذره معهم يا أبو بشير، طول بالك وصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يجزيهم ويسلمهم يا رب. وصل الشباب. الله الله حي الرجال. الأمانة وصلت.
تفضلوا يا ابو ضياد تفضلوا. لا معلش يا عمي، الرجال لازم ترجع على الغوطه. مكتورين الخير يا رجال، انتوا كسروا. يلا يا رجال الحقوني لنوصل على البيت. شرفوا يا رجال. الله يقويكم يا رجال. رجال العقادي طلبت أهله. وما اعتز أهله. عقادة حارة الضبع، وانت هلا صرت عقيدة. حيو من قال حيينا، حيو من قال حيينا. حارة الضبع هي اللي بتختار عقاداتها، وانت عقيدة. هي الحارة أماني برأتك ليوم الدين. لله رب العالمين اللي وفق هالشباب وقدروا يقوموا بأهم مهمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين سيد مأمون. أخي أبو حاتم، هاي سيد مأمون ومأمون بيك بلاها أخي، نادية بكامل مثلك مثل الناس كلها. عشان واجبك. الله يخلي إياك. لك شو هالجمعة الحلوة؟ العقيد معتز وأبو قاسم وأبو حاتم وسيدنا الشيخ. لك إلهي إلهي، شوفكم مجتمعين عند النبي يا حق. والآيل يا أبو كامل. الله يخلي لنا إياك يا سيدنا. يا سيدي شو المهمة اللي كنت عم تحكي عنها؟ هات واحكوا لنا فرحونا. الشيخ عبد العليم كان عم يحكي عن جماعة الكتلة الوطنية، الأبضايات الأشراف اللي طلعوا مظاهرة ضد المعاهدة. ايه شو عليه؟ يا أخي هدول شباب كلهم وطنية. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاي أبو ديبو. سلام هلا. أبو ديبو زكاتك طعم شاي على السريع. ايه تمر أمر عمي أبو حاتم. طمنيني ام بشير، كيف صحيت ام جوزيف؟ والله مالي عرفانه شو بدي اقول لك يا ابن عمي، يا على قامتي لهلا ما نامت وموجوعه. الحمد لله انقضت على خير. ها ان شاء الله يكون عصام والحكيم حمزه. فوتي لجوا لشوف مين. طمنيني خالتي ام جوزيف، شلون حاسه هلا؟ نشكر الرب، احسن احسن. انا اعطيتك دواء هلا لحينيمك ويريحك، ان شاء الله معافاي. كتر خيرك. السلام عليكم. عليكم السلام. يلا يلا. رددت 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 يا مريم يا عبد العزيز النعمة، الرب معك وبركة أنت بين النساء، بركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع. Ah!
طمنوا يا جماعه، وضع لام جوزيف كثير منيح. حكيم بس كانه عم تتوجعها. معلش يا بشير، انا هلا اعطيتها دواء لحنيمها وريحها. ايه حكيم، المهم اطمنت على جرحها. ايه عمي ابو بشير اطمنت. طمنوا يا جماعه، وضع لام جوزيف كثير منيح. بعدين يا شباب، الشيء اللي عملتوه اليوم كثير كبير، بس ليش ما خبرتوني كنت رحت معكم؟ معلش حكيم، نحن مخبينك لهيك لحظه. بشير قول للحريم يسوي لنا عشاء. صار يا ابي. ما في داعي يا عمي ابو بشير. شلون ما في داعي لك ابني؟ ما بكفي جبناك كرفتي؟ يا عمي ابو بشير، هذا واجبي تجاه كل الناس. هلا تفضلوا على غرفه الاستقبال، وهلا بخلي ام بشير تقعد مع ام جوزيف، واذا صار شيء هي بتخبرنا. عصام. شرف حكيم، شرف. يلا يا رب. يلا. صحي يا مو صحي، قدرتوا تخلصوا هلا ام جوزيف؟ ايه يا موي، وشع هلا ببيت ابو بشير. يا حبشوم عليكم يا حبشوم، وليه ما جبت امي لهون لعندي على البيت؟ يا بشير حلف ميت يمين وعظيم الا ياخذها لعند منه، وش عو اخذها؟ يا انا بتبرك يا ام زكي، انا بتبرك، بتعرف كل القصه وما جابت لي سيره، والله لا ورجيها. يا مو نحن ما حبينا نحكي بالموضوع لانه الحرمه صارت امانه برقبتنا. وانت قلتها يا مو، هي ام جوزيف هي بدكم تديروا بالكم عليها منيح، هي اخت رجال يا مو، وما بتستاهل منكم الا كل الخير. امي انه زمان الاكل جاهز. يلا خيريه، يلا جايين بنتي جايين. شبه البنت، ليش هيك عم تحكي بنتورة؟ لا تقبرني، لا ما عم تتنتور، بس انت يا امي الله يرضى عليك، لك دير بالك عليها شوي. شو اعمل لها يعني يا مو؟ لك امي المرة بتحب الكلمة الحلوة، اللمسة الناعمة الحنونة، بتصير مثل المسبحة بين اصابعك، وانت هيك واقف، تجني دشتك العافية مع خيرية. والله انا هيك الله خلقني يا مو، وإذا ما عجبها تصطفل. عتز. Thank you.